مزيد من التفاصيل انتقل الان الى مارك لي محلل اسواق ماليه في شركه اكويتي جروب. اهلا بك معنا في هذه الفقره. طبعا البارحه كان يعني محطه مهمه جدا مع البنك المركزي الاوروبي. كيف ترى تصريحات لاغارد؟ هل هناك تغييرات كبيره كانت منتظره هذه التصريحات ان كان بشان الفائده والبرنامج معدلات التضخم كل تلك العوامل؟ هل سيكون هناك تغيير في المستوى القريب من هذه التصريحات؟ كما قلت أنت لم يكن هناك تغير كبير، لكن تلقينا إشارات متناقضة من المركز الأوروبي. خبير الاقتصاديين لين أشار إلى مخاوف متعلقة بقيمة يورو، والبارحة كانت لدينا الرئيسة نفسها، كانت الرسالة واضحة حيث لم تصدر أي تعليقات ولم تشر إلى التدخل في العملة. هي قالت أن العملة تراقب لكنها لم تشر إلى أي مخاوف أساسية أو إلى أي إجراءات تتعلق بقوة يورو. لاغارد كانت متفائلة بالاقتصاد الأوروبي والتعافي من الجائحة. $1.35 trillion سوف تستعمل بالكامل على الأغلب، واليورو أحب هذه التعليقات صادرة عن لاغارد وانتعش فوق مستوى 1.19 مقابل الدولار، لكن الرالي لم يكن مستداما وأسعار زوج اليورو دولار عادت إلى 1.18، وهذا يشير لأنه بعد هذه المواقف من لاغارد هناك محاولة للعودة إلى السيطرة. الرسم البياني يشير إلى أن الزخم هو عادة لصالح المرئين على تراجع الزوج اليورو دولار، وخاصة أن هناك على المدى القصير أعتقد أن الطلب سيتزايد على الدولار كعملة ملاذ آمن، وأعتقد أننا سنصل إلى مستوى المقاومة عند 1.14 ربما في زوج اليورو دولار. نعم، أذهب إلى طبعا البريكزيت وأيضا بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني. يعني نحن نشاهد تراجعات للجنيه ملحوظة، خصوصا أنه عندما كنا عند اليورو 1.12 و13 كان الاسترليني أحيانا 1.30، الآن 1.19 وكسر 1.22 الجنيه الاسترليني. هل سيدخل باتجاه خلينا نقول هابط في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه يعني في تراجع ملحوظ لهذه العملة الأساسية؟ Yes, I'm becoming increasingly more bearish. أنا غير متفائل بسعر الجنيه الإسترليني لعدة أسباب. كانت هناك مفاوضات بريكزيت هذا الأسبوع، وهو مستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. المهلة النهائية عند 15 من أكتوبر تقترب، يضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بالخروج من اتفاق. هناك تزايد في إصابات فيروس كورونا، ورأينا أن الحكومة فرضت قيودا اجتماعية اعتبارا من الاثنين، وهذا التزايد في الإصابات يأتي في وقت الاقتصاد كان يتعافى فيه، وكانت المطاعم والمتاجر تفتح أبوابها، وكان وسط لندن يستعيد طابعه المنتعش. لكن حاليا هناك اقتراب للطقس البارد وتزايد أعداد الناس الجالسين داخل منازلهم، وهذا ما سيزيد من إصابات الفيروس ربما، وبالتالي الاقتصاد في المملكة المتحدة سيتعرض للاختبار، وربما هذا الأمر سيؤثر على المفاوضات. فنحن في حالة ثقة هشة، وبالتالي سوف نرى كيف سيتفاعل جونسون مع هذه الظروف، لأننا نعلم أن السياسيين يغيرون مواقفهم. وطبعا التهديد بالخروج دون اتفاق هذا الأمر يغير قواعد اللعبة، لكن كلا الطرفين أصدرا البارحة بيانات تتعلق بمخالفة القانون الدولي، وبالتالي أتوقع أن نرى المزيد من التقلبات في الإسترليني في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن أعتقد أن الإسترليني كما قلت في مسار هابط.
نعم أيضا نبقى في البريكزيت، يعني بريطانيا تقريبا تهرب نحو دول أخرى وتبتعد مع اليابان، اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أيضا حيكون في اتفاق مهم جدا، ولكن أيضا لن يحصل شيء إذا خرجت بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. نرى أنه الاتحاد الأوروبي هو حريص أكثر من بريطانيا لعقد اتفاق. كيف ترى المرحلة المقبلة بالنسبة إلى بريطانيا؟ It's incredibly important for the UK. We're coming to a pivotal stage now. من المهم للمملكة المتحدة ونحن نقترب من المهلة النهائية في 15 من أكتوبر تشرين الأول ومررنا بالجولة الثامنة من المفاوضات. إذن الوضع هش عموما، ومجددا نقول أن هناك موضوع الحرب التجارية، هناك عمليات بيعية تشكل ضغطا، وكان هناك حالة تصحيح. إذن المعنويات هشة، وأعتقد أن المستثمرين في حالة قلق، وننتظر لنرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع المقبلة. نعم شكرا لك مارك لي، محلل أسواق مالية في شركة إكويتي جروب، على هذه المعلومات.